وصلى مسجد قباء. هذا هو مسجد قباء، كان هذا هو فضل مسجد قباء، هذا هو فضل مسجد قباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى نذهب إلى بإذن الله تعالى إلى مسجد قباء، نزور مسجد قباء وإن شاء الله نسوي تغذية كاملة، نبدأ وعلى بركة الله. وصلى مسجد قباء، هذا هو مسجد قباء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم السبت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام. لمسجد قباء فضل عظيم، فقد روي بقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمره. هذه الصورة من داخل المسجد، هذا هو مسجد قباء، داخل مسجد قباء. هذا القسم اللي خلف في الخلف حق النساء، أما هنا هذا هو داخل المسجد. زحمة زحمة مرة. هذا هو فضل مسجد قباء، هذا هو فضل مسجد قباء. صلينا ولله الحمد ونذهب، نذهب. زحمة كما ترون، زحمة زحمة زحمة. يلا يا حجي حجي. Yeah, they would get some on.